علياء فقدت زوجها وأصبحت أرملة، أغلقت في وجهها الأبواب، لازم منزلها الحزن والحرمان. كانت تحب صنع المشغولات اليدوية. وبفضل تبرع كريم من فاعل خير، فتحت مشروعاً صغيراً للخياطة والمطرزات، أنقذ أطفالها من الفقر والضياع. فتح لها هذا المشروع الصغير أبواب الحياة، وأعاد لها الأمل، وتسرب بريقه إلى غيرها من العائلات الفقيرة.